تقريبا قبل 4 دراج تمت مداردة بين أشخاص كانوا يحتبهم ألم يحمل السلاح، ثم ثبت ألم يحمل السلاح. الأمن حاول يتبعهم للمكان اللي باش يمشيوا له بالضبط، لكن الزوج المسلحين فطنوا الوجود الأمني يراقبوا فيه، فقام بإطلاق النار على عوان الأمن، وفما طرف ثاني ضرب عوان الأمن السكينة. أما زوج إصابات في الأمن، واحد بالكرش واحد بالسكينة، ثم إصابة في واحد من المسلحين طيح الكلاشينكوف نتاعو وهربوا محاصرين الحي كامل، الحي الأستاذ هذايا محاصرينه كامل خاطر مازالوا زوج أطراف خذوه في الحي هذايا وما شدوهمش التو. وفما برشا حضور كبير من أهالي سيدي بوزيد من استوجب إطلاق الغاز المثير للتصريح الحشود هناك، تأمن تسهيل عملية التفتيش ومحاصرة المكان.